الخريطة الشرقية هي مدخل للإدماج من مدينة وجدة في الشرق ليكون دولة واحدة رحمة الله تعالى وبركاته. يضمن للمستفيدين من هذه الحفل الختامي لهذه القافلة والتي مرت من 20 مؤسسة سجنية، بحيث كان حفل الانطلاق بحفل رسمي من السجن المحلي بوجدة، ومرت ب 20 مؤسسة سجنية بمعدل مؤسستين لكل مديرية جهوية على المستوى الوطني. هذه القافلة التي تتشكل من أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الهدف منها هو التعريف بالقضية الوطنية وإسماع صوت نزلاء المؤسسات السجنية وأطر وموظفي المندوبية العامة والدفاع عن وحدة بلادهم. وقد عرفت هذه القافلة بمجموعة المؤسسات تنظيم أنشطة متنوعة ومختلفة، من أنشطة فنية، ثقافية، رياضية، ندوات، عرض أشرطة سينمائية، بالإضافة إلى تنظيم أروقة في الفن التشكيلي والخط العربي. مجموع النزلاء المستفيدين من هذه القافلة بلغ أزيد من 5100 نزيل، فيهم نساء، أحداث، بالإضافة إلى نزلاء أجانب. الجدير بالذكر على أن مشاركة النزلاء كانت بشكل عفوي إرادي، عبروا من خلال هذه الأنشطة عن حبهم لهذا الوطن وعن استعدادهم للدفاع عن وحدة هذه البلاد وعن الدفاع عن القضية الوطنية. اليوم خلال هذا الحفل الختامي والذي انطلق على الساعة 11:30 صباحا من خلال تنظيم ندوة حول الوطنية مدخل للإدماج، ويليها بعد ذلك تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية للنزلاء، وأيضا تتويج النزلاء المتميزين خلال مسار هذه القافلة. البارحة تم تنظيم المقابلة الختامية لدوري الصحراء المغربية، والتي عرفت تتويج نزلاء السجن المحلي بقلعة سرغنة بنتيجة 3 أهداف مقابل 1. إذن هذه هي خلاصة هذا الحفل، وهي مناسبة أيضا لكي أتوجه بالشكر لمختلف وسائل الإعلام على عملهم الدؤوب من أجل مواكبة هذا الحفل بتغطية إعلامية واسعة. التطور الذي يشهده تدبير الشأن السجني على المستوى. Je suis ici pour la 3e fois, donc je suis de près le développement de la province. C'est l'administration pénitentiaire qui a aussi organisé cet événement. C'est une belle journée aussi de cohésion où les détenus vont participer à un certain nombre d'activités. C'est une journée importante pour les Marocains, pour les gens de cette province, et je suis heureux et honoré d'être parmi vous aujourd'hui ici à Dakhla.